السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الميني بطبوط اللي كيجي خاوي من الداخل، ما كيجيش معجن، واحد الحشوة اقتصادية. نبداو ان شاء الله على بركة الله. بالنسبة لهذا البطبوط غادي نحتاجو زلافة ديال دقيق الفورص، زلافة ديال دقيق الحرش، عندي جمعان كبار ديال زيت الزيتون، عندي معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز، عندي قبيسة ديال الملحة والماء دافي باش غنشمعو العجين ديالنا. خلطت هنا دقيق الحرش ودقيق الفورص، غنزيدو جمعان ديال زيت الزيتون ونزيدو قبيسة ديال الملحة، وهنا الخميرة اللي درتها في شوية ديال الماء. صافي غنجمعو العجين ديالنا، غنجمعوها بشوية الماء دافي. صافي من بعد ما جمعنا العجين ديالنا كنحسو على واحد العجين كتكون مرخوفة، دهنتها بالزيت، غنديرها في واحد السوبيرة وغنغطيها مزيان بالسلوفان وغنخليوها واحد الساعة تخمر. الا كنتو زربانين ممكن ديرو تحت هاد السوبيرة، غدير واحد السوبيرة اخرى فيها الماء طايب باش تخليها تخمر ليكم. صافي مني خلينا العجين تخمر غنحيدو منها الهواء. شوف الخميرة كتجي مرخوفة، وحدة تحقها في الخميرة. رشيت بون دو طرافاي بشوية ديال الدقيق، نديرو ليها شوية دقيق باش مبقاش تلصق لينا. صافي نقسمها على جوج، صافي غنسرح هادي. صافي من بعد ما سرحت العجين انا غنقطعها بهاد القطاعات، الا ما كانتش ممكن نديرو غير جبانينا ولا غلاقة ديال القرعة ديال النوتيلا. صافي بقاو غادي الحركة، من بعد غنديروها في واحد المنديل وغنغطيوها. كتكون العجين شوية رقيقة، كنخليوهاش غليظة بزاف باش تنفخ لينا من الداخل وما تجيناش معجنة. صافي بقاو غادي بحال هكا حتى نكمل العجين ديالي كاملة. صافي بعد ما كملنا العجين كاملة درتها في واحد المنديل غنغطيوها، غنخليوها واحد 10 دقايق ترتاح عاد باش غنبداو الخبيز. صافي انا ديت هنا الخبيز غير باش نلقاوهم بداو كيشدو فراسهم، كنقلبوهم مكنخليهمش حتى كيتحمرو. صافي كنبقاو نقلبو فيهم حتى كيطابو، هما بداو كيتلفو. صافي نبقاو غادي بحال هكا حتى نكملو العجين ديالنا كاملة. هذا هو البطبوط اللي درنا اليوم، كيف شفتوا راه كيجي خاوي من الداخل، ما كيجيش معجن، كيجي كله منفوخ. صافي دابا ان شاء الله ندوزو للحشوه. بغيت نوريكم حتى هاد الميني بيتزا اللي صايبتها نيت بهاد العجين ديال البطبوط، صايبت بها هاد الميني بيتزا وضغطت عليهم بلا فورشيت ودرتهم يطيبوا في الفران طيبه. دابا ان شاء الله غندوزو للحشوه. بالنسبه للحشوه ديال هاد البطبيطة الصغار، عندي حشوه ديال طريقه 90، يعني سهله واقتصاديه، فيها الطون، فيها الخس، فيها مطيشة، فيها الخيار، فيها المايونيز، وفيها لا مايونيز ديال الدار. غتلقاوها في فيديو ديال ميني ساندويتش. صافي غنخلطوا هذا الشيء كامل وغنعمروا به الميني بطبوط ديالنا. هذا هو الشكل النهائي ديال الميني بطبوط ديالنا. بالصحه والراحه.